لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتلهمنا بها رشدنا. اللهم فقهنا في ديننا ويسر أمورنا. اللهم يا رب العالمين نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق واصرف عنا سيء الأخلاق، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. وكنا وقفنا على رابع ما يحرم على الحائض والنفساء، رابع ما يحرم على الحائض والنفساء، وقلنا أنه يحرم على الحائض والنفساء الصلاة، وكذا سجود التلاوة، والثاني الصوم فردا ونفلا، والثالث قراءة القرآن، ووقفنا على الرابع وهو مس المصحف. يقول قوله والرابع مس المصحف بتثليث ميمه، تثليث الميم يعني يجوز فتح الميم وكسرها وضمها، مصحف كما نقول بضم الميم، هذا هو المشهور، بتقول مصحف بكسر الميم وتقول مصحف، بس مصحف غريب، لكن لغة يجوز، ولكن الفتح غريب، اللي هو مصحف ده غريب، غريب يعني نادر في الاستعمال نادر. والأفصح الضم، مصحف اللي هو عليه الناس يقول لك مصحف، ما يقولكش مصحف. ثم الكسر، بل القياس يقتضي تعين الضم، لأنه من أصحف الفعل الرباعي، أصحف يصحف يبقى مصحف، مش كده برضو؟ لأنك أنت في الرباعي بتضم أول ياء المضارعة، بمعنى جمع، أصحف أي جمع، لأنه جمع فيه سائر المصحف. والمراد مسه، يعني مس المصحف حرام على الحائض والنفساء، وكذا يحرم على الجنب، وكذا يحرم على المحدث حدث أصغر يعني غير المتوضئ. مس المصحف هو يتكلم هنا على حكمه بالنسبة للحائض والنفساء، وهو مشترك بين الحائض والنفساء والجنب، وكذلك المحدث حدث أصغر. والمراد مسه بأي جزء لا بباطن الكف، احنا قايلين ان في نواقض الوضوء مس الفرج بباطن الكف، مس الفرج بباطن الكف ده ينقض الوضوء. في مس المصحف أي جزء من البدن، لا يجوز مس المصحف بأي جزء من البدن طالما حائض أو نفساء أو جنب أو على غير وضوء. والمراد مسه بأي جزء لا بباطن الكف فقط كما توهمه بعضهم، ويحرم مسه. طب ولو بحائل، ولو بحائل يعني الواحد يلف على ايده خرقة او يلبس جوانتي او بتاع ويمسه، لا برضه حرام. ويحرم مسه ولو بحائل، حيث عد مسا عرفا، لان انت لما بتبقى برضه لابس جوانتي ولا حاجة وحطيت ايدك على حاجة اسمك مستها برضه في العرف كده، فطالما هو يعد مسا عرفا يبقى حتى ولو بحائل برضه يحرم. ومثل المصحف له نفس حكم حرمة المس، المصحف الصحف المكتوب عليها خريطته، يعني ال 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 إطار الصفحة بتاعته، يعني في إطار حوالين الصفحة بيبقى أبيض بياض، برضه لو حطيت إيدك على البياض مش على الكتابة برضه حرام. وصندوقه وهو فيه، صندوق المصحف لأنه يعني منسوب إليه. وإن كان فيهما وخريطته وصندوقه إن كان فيهما، الخريطة ممكن تبقى عندك ساعات كيس مصحف، كيس مصحف معروف إن كيس المصحف، كيس المصحف طالما المصحف مش فيه ممكن أمسكه وأنا مش متوضئ أو الحائط تمسكه، لكن لو جواه المصحف يحرم. صندوق المصحف ساعات المصاحف يبقى ليها صندوق كده،
لو المصحف مش فيه ممكن تمس وتحمله، لو المصحف فيه يبقى يحرم مس وحمله. وكرسيه وهو عليه، حامل المصحف ساعات تحط حامل المصحف على حامل خشب، لو الحامل الخشب ده المصحف عليه ممنوع تلمسه، تلمس الحامل نفسه لأنه أصبح متصل به فيأخذ حرمته. حريم الشيء لا حكم ما هو حريم له، قاعدة عندنا، حريم الشيء له حكم ما هو حريم له. وإن كان فيه، وكرسيه وهو عليه، وجلده المتصل، جلدة المصحف طالما متصلة بالمصحف يبقى يحرم لمسه، إن فصلت عنه خالص أو صارت جلدة في كتاب آخر يجوز مسه. وجلده المتصل، وكذا المنفصل عنه على المعتمد. يعني منفصل يعني ايه؟ يعني اتقطع كده وابتدى يزول منه جزء منه. فيها خلاف عندنا في المذهب، بعضهم قال لك طالما انفصل انفصال بالكلية يبقى ما يضرش، بعضهم قال طالما ما زال له يعني اتصال بالمصحف من حيث الحكم، يعني هي جلدة المصحف دي لما انفصلت انا هاخدها بعد كده اصلحها والزقها في المصحف، فما زالت لها الحرمة. فالمعتمد عندنا برضو تأخذ نفس حكمه احتياطا، ولكن في رأي تاني قال لك طالما انفصلت تماما يبقى ليست لها حكم المصحف. وعشان كده يقول لك على المعتمد، أي على الفتوى يعني، ما لم تنقطع نسبته عنه. لكن انقطعت بقى خالص، جلدة قديمة ومتشالة، حتى اللي يجي يبص عليه ما يعرفش دي جلدة مصحف ولا لا، يعني اتنست انقطعت نسبتها دي، يبقى خلاص ساعتها ممكن تسمع. أو استعملتها جلدة لكتاب آخر يبقى خلاص يجوز مسها وحملها. ما لم تنقطع نسبته عنه كأن جعل جلدا لكتاب آخر يعني، وإلا فلا يحرم مسه حينئذ. وهو أي المصحف، وقول اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين، أما يقول المصحف يقصد كلام الله المكتوب بين دفتيه، دفتيه يعني جلدتين المصحف، أي بين دفتي المصحف. وهذا التفسير ليس مرادا هنا، مش المقصود المصحف يعني كامل، يعني لو صفحة واحدة مكتوب فيها قرآن تاخد نفس حكم المصحف. اللوح بتاع الكتاب بتاع زمان اللي يكتبوا للعيال الآيات اللي هيحفظوه ياخد حكم المصحف، وليس مرادا هنا، وإنما المراد به هنا كل ما كتب عليه القرآن لدراسته. أي شيء كتب عليه القرآن لدراسته أو لحفظه يبقى لا يجوز مسه ولا حمله للحائض والنفساء والجنب والمحدث حدث أصغر. ولو عمودا أو لوحا أو نحوهما، وخرج بذلك التميمة، افرض أنا عامل حجاب كاتب مصحف ومطبقه كده عامله حجاب يسموه تميمة حفظ يعني، أية الكرسي أو شيء من هذا، لا تأخذ حكم المصحف طالما مكتوبة لكونها تميمة للحفظ، ما تاخدش حكم المصحف، يبقى ممكن يحملها ممكن يمسها. وخرج بذلك التميمة وهي ما يكتب فيها شيء من القرآن للتبرك وتعلق على الرأس مثلا، فلا يحرم مسها ولا حملها ما لم تسمى مصحفا عرفا. لكن ساعات الوقت يعملوها على هيئة مصحف كده، فاللي يشوفها يقول لك ده مصحف يبقى خلاص تحرم. ما لم تسمى مصحفا عرفا على ما قاله الرملي، لكن الخطيب الشربيني خالف الإمام الرملي، قال طالما هي معمولة تميمة ولو سميت مصحف عرفا لا يحرم ذلك. يعني زي المصحف اللي بيعلقوه الستات كده يعملوه عند السايغ ويحطوا جواه آية أو سورة ياسين أو شيء من هذا، على قول الخطيب الشربيني طالما ما بنقولش عليه، لو بيتقال عليه مصحف عرفا يحرم، في حين إن هي ما بتقراهوش ولا لغرض دراسته ولا يستطيع أن يقرأ فيه أحد كويس، لكن الخطيب الشربيني قال حتى ولو سمي مصحف عرفا طالما هو لغرض الحفظ وليس لغرض الدراسة لا يحرم كويس. يعني فيها خلاف في المذهب.
وتنتقل التميمة عن كونه تميمة بقصد الدراسة. طب افرض بقى اللي انا عاملها تميمة دي وقلنا يجوز حملها، غيرت انا رأيي وحبيت افتحها واقراها دراسة او حفظا، يبقى تاخد حكم المصحف ترجع للاصل، يبقى يحرم مسها وانا جنب او وانا محدث حدث اصغر، وللمرأة ان كانت حائض او نفساء يحرم، طالما تغير القصد لم تكن للحفظ بل صارت للدراسة او للقراءة. وبالعكس، وما كان مكتوبا للدراسة فتحول الى كونه للحفظ يتحول الحكم، يعني بالعكس. والعبرة بقصد الكاتب ان كان يكتب لنفسه، انا هكتب لنفسي سورة الفاتحة واشيلها حفظ في جيبي، يبقى انا قصدي انها تبقى حفظ، يبقى ممكن اكتبها واشيلها وانا لست على وضوء، كويس، لان العبرة بقصد الكاتب ان كان يكتب لنفسه. طب افرض انا ما بكتبش، انا قلت لواحد اكتب لي، يبقى العبرة بقصد الآمر، الآمر بقى، انا اللي قلت له اكتب لي حاجة للحفظ لأولادي او لنفسي، فأمرته ان يكتبها للحفظ او أمرته ان يكتبها للدراسة، فان أمرته ان يكتبها للدراسة تأخذ حكم المصحف، ان أمرته ان يكتبها للحفظ تأخذ حكم التميم. فهمت المسألة؟ والعبرة بقصد الكاتب ان كان يكتب لنفسه، وإلا فقصد الآمر أو المستأجر. فائدة: يستحب القيام للمصحف، يعني لما تيجي مثلا عايز تاخد المصحف وانت قاعد يستحب انك تاخده وانت قايم احتراما. قلت الواحد ناولني المصحف فناولك المصحف، يستحب انك انت وانت بتاخده منه تاخده من قيام احتراما للمصحف، ده على سبيل الاستحباب. ليه؟ لأن ده كلام الله سبحانه وتعالى. وكذا يستحب القيام لحافظ القرآن إن دخل، لما يحفظه في قلبه احتراما للقرآن، لأنه يحمل القرآن في قلبه وفي صدره. وعشان كده بيقول فائدة: يستحب القيام للمصحف لأنه يستحب القيام للعلماء، فالمصحف أولى كما في البيان. في البيان عندك؟ وفي كتاب التبيان لبيان احكام حملة القرآن، اداب حملة القرآن للامام النووي، برضو قايل كده. احنا قلنا الرابع: مس المصحف يحرم بالتفصيل اللي قلناه، وحمله كمان ما شيلوش، لان الحمل اشد من المس، فاذا كان المس حرام يبقى الحمل اشد، يبقى من باب اولى. أي المصحف، لأنه أبلغ من المس، ويحل حمله في متاع تبعا له، ويحل حمل المصحف في متاع، يعني في شنطة، أنا حاطط شنطة هدومي أو شنطة كتبي وحاطط في وسطها المصحف وأنا شايله معاها تبعا لها، يجوز حمله أنا على غير وضوء لأنه هو تبعا للمتاع. لكن لو قصدت حمل المتاع من أجل المصحف اللي فيها، يبقى هنا يحرم، لازم ابقى متوضي. فهمت ازاي؟ ويحل حمله في متاع تبعا له، اي تبعا ايه؟ يبقى المصحف تبعا له، اي للمتاع يعني. اذا لم يكن مقصودا بالحمل وحده بان لم يقصد شيئا، او قصد المتاع وحده، او كذا اذا قصده مع المتاع، كل ده يحل. يعني انا هشيل هدومي وهكتب شنطتي فيها المصحف، اقصد المصحف معاها واقصد حمل متاعي او اقصد متاعي بس، كل ده. لكن لو قصدت المصحف فقط فبحملها من اجل المصحف فقط، هنا يرجع للحكم الاصلي. بخلاف ما اذا قصده وحدها، وحده مكتوبة وحده، اصل مكتوب عندي وحدها، هي وحده. بخلاف ما اذا قصده وحده، يعني قصد المصحف وحده، فانه يحرم. طيب، وكتاب التفسير بيبقى فيه شويه قران وشويه تفسير، يحل انك تحمله ان كان اغلبه تفسير مش قران.
ويحل حمله في تفسير أكثر منه يقينا، يبقى لازم يكون الكلام التفسير أكثر من كلام القرآن، ساعتها يحل حمله. طب افرض شكيت، لا يحل حمله احتياطا. وافرض كانوا متساويين، لا يحل حمله. طب افرض كان القرآن أكثر، يبقى من باب أولى لا يحل حمله، لأن ساعات يبقى تفسير تلاقي التفسير يدوب مفردات بس، تفسير بسيط كده على الهامش، بيبقى أغلبه قرآن، يبقى حكم القرآن. في تفسير تاني تلاقي تفسير بتفصيل شوية لكن قد القرآن، الكلام قد القرآن، يبقى برضو يحرم. زاد القرآن التفسير على القرآن يقينا بدون شك يحل، فإنه يحرم حمله في تفسير أكثر منه يقينا، بخلاف ما إذا كان، ويحل حمله في تفسير أكثر منه يقينا، بخلاف ما إذا لو كان القرآن، ما إذا كان القرآن أكثر أو مساويا أو شك. طب الفرق بينه وبين الحرير إيه؟ إحنا قايلين إن الحرير حرام على الرجال لبسه، ويحل للنساء. فإحنا قلنا في الحرير لو كان الثوب مغزول من حرير وحاجة تانية غير الحرير، كتان أو صوف أو شيء من هذا، وكانوا قد بعض يحل، ولو كان غير الحرير أكتر يحل. طب ليه إحنا فرقنا في الحرير وما فرقناش في المسألة دي؟ قلنا هناك في الحرير يحل، وقلنا في القرآن يحرم. فبيقول لك هنا إيه؟ والفرق بينه وبين الحرير مع غيره حيث حل عند التساوي أو الشك. يعني أنا شاكك، يا ترى الحرير قد الكتان أو القطن اللي داخلين في بعض، يا ترى قد بعض ولا الحرير أكتر أو أقل؟ شاكك يحل، متأكد أنه أقل يحل. كويس، لأن باب الحرير أوسع، باب الحرير أوسع بدليل جوازه للنساء، يعني الحرير يجوز لبسه للنساء، فتلاقيه حلق، يعني حكمه أوسع من حكم القرآن. القرآن يحرم على المرأة الحائض والنفساء وكذا المرأة الجنب وكذا الرجل الجنب وكذا المحدث منهما حدث أصغر، فالحكم فيه متساوي بين الرجال والنساء، فيبقى الأمر فيه على الشدة، بخلاف الحرير. الحرير الأمر فيه أوسع، يحل على النساء ويحرم على الرجال، بل يجوز للرجال في بعض الأحيان لو كان عنده جرب أو في مكان شديد البرودة ولا يجد إلا حرير يتغطى بيه، وإلا يعني هيجي له برد بقى ويموت، أو لا يجد ما يستر عورته إلا ثوب الحرير، له أن يستر عورته به ويصلي صلاة، يبقى يحل للرجل في ظروف. يبقى باب الحرير أوسع من باب موضوع القرآن مع التفسير، يعني الحرير مع غيره حكمه أخف من حكم القرآن مع غيره في التفسير. فهمت المسألة بقى؟ لأن ده بابه أوسع من هذا الباب، بدليل جوازه للنساء وفي بعض الأحوال للرجال كبرد أو عنده جرب، حكة يعني بيسموها حكة، يعني هرش واحد في بعض الناس، يبقى لو لبس أي حاجة غير الحرير يجي له حكة في جلده يهرش، يبقى ساعتها يجوز انه يلبس الحرير بقى لانه للتداوي. طب متى يحل للانسان الجنب او غير المتوضئ او الحائض والنفساء انها تحمل المصحف؟ متى يحل؟ قال لك لو خاف ان المصحف يجي له عليه ميه وسخه، يعني حطوا له ميه مش نظيفه هتيجي عليه نجاسه، في يد طفل هيقطعه. فهمت ازاي؟ او هيجي واحد يغصبه يسرقه. طب ما لو واحد هيسرقه هقول له استنى لما اروح اتوضى، طب ما مش هيستنى هيضيع. في يد طفل وماسكه هيقطع فيه اقول له استنى يا ولا لما اروح اتوضى، طب ما على ما اتوضى هيروح يقطعه. يبقى في الحالات اللي زي دي اروح واخده بقى احمله للحفظ للضروره، يبقى يحل حمله للضروره في هذه الاحوال، الا اذا خافت عليه، يعني إلا إذا خافت عليه من غرق أو حرق، يعني بتمسح شقتها، الست بتمسح شقتها وهي حائض،
فبصت لقيت الميه هتسرح وهتيجي على المصحف، تجري تمسك المصحف تحطه على حتة عالي، واخد بالك؟ لانها خايفه ليغرق بالماء او حرق او نجاسه او وقوعه في يد كافر، فيجب حمله حينئذ، ويجوز حمله لخوف نحو غصب او سرقه. فان قدرت على التيمم وجب، لو كانت تستطيع ان تتيمم لاستباحه حمل المصحف بسرعه، لان التيمم ما بياخدش لحظه، يقول بسم الله نويت فرض التيمم لاستباحة حمل المصحف، وتروح ضربة ضربة ومسح على وجهها، وضربة ثانية وعاملة كده ومادة ايدها شايلاه. إن استطاعت وعندها الوقت يبقى أفضل أفضل، ما استطاعتش والوقت يعني يفرق في إنقاذ المصحف من الغصب أو السرقة أو الحرق أو الإيذاء أو وقوع النجاسة عليه، يبقى ساعتها تحمله في الحال وتنقذه. والخامس فيما يحرم على الحائض والنفساء دخول المسجد. دخول المسجد، مجرد دخول المسجد يحرم على الحائض والنفساء، خلافا للجنب. الجنب له أن يمر في المسجد، أما الحائض مجرد الدخول يحرم، مجرد الدخول يحرم. يحرم متى؟ مجرد الدخول إن خاف التلويث، فإن أمن التلويث يكره، يكره الدخول إن أمن التلويث المسجد، ويحرم إن خاف التلويث المسجد. كويس. والخامس دخول المسجد ولو لمجرد العبور، لمجرد أنها تعبره بس عشان تدخل من الباب ده وتخرج من الباب الثاني، يحرم إن خاف التلويث ويكره إن أمن التلويث المسجد. ولو لمجرد العبور لغلظ حدثها، وبهذا فرقت الجنب. الجنب يجوز له، ربنا قال ايه؟ ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا الا عابري سبيل، فاستثنى الجنب انه يعبر المسجد، يعني لو كان المسجد في طريقه الى بيته، يعني انا بيتي في الجنب الثاني من الشارع وبيني وبين الشارع ده مسجد، ما اقدرش اروح للشارع الثاني الا من خلال المسجد، يبقى إلا عابري سبيل يجوز في الحالة اللي زي دي للجنب، ويكره للحائض إن لم تخف التلويث، ويحرم عليها إن خافت التلويث. فهمت المسألة؟ فإن فارقت الجنب لغلظ حدثه، لأن هي بتنقط والجنب ما بينقطش، مش كده برضو؟ الحائض والنفساء بتنقط، إنما الجنب ما بينقطش، يبقى حدثها أشد. طبعا الوقت خلاص بعد الحاجات الجديدة اللي طالعة بالنسبة للنساء بقت تأمن هذا الحكاية دي، مش زي زمان. أيوة. اللي بيجد مثلا قرآن أو شيء مكتوب فيه ألفاظ شريفة كأسماء الله أو أسماء النبي، أو حتى بعض الناس قال لك مجرد اللغة العربية ذاتها حروفها شريفة، وأنت وجدتها في مكان ممتهن على الأرض، تعمل فيها إيه؟ معظم العلماء قالوا إنك أنت تاخدها تجمعها وتحرقها. طب ما هي لا، ما هو أنت بتحرقها من أجل حفظها. من أجل حفظها. ما هو سيدنا عثمان مش حرق المصاحف عشان يعتمد مصحف واحد، في المصحف العثماني جمع كل المصاحف حرقها. بس لما تحرقها ما ترميش الرماد بتاعها في المجاري النجسة، يبقى بعد ما تحرقها الرماد بتاعها ما ترموش في حتة نجسة، لأن هذا الرماد نفسه محترم. كويس. يبقى تحرقها وترميها في مكان طاهر، يعني ولو حتة أرض طاهرة مع عند شجرة أو أي حاجة، أو في مجرى مائي طاهر أو شيء من هذا، أو في بحر، لكن ما ترميهاش في المجاري اللي هي المجاري العامة زي البلاعات والحاجات دي، لأنها فيها نجاسات فلا يليق. فبيقول والخامس دخول المسجد يحرم على الحائض والنفساء ولو لمجرد العبور لغلظ حدثها، وبهذا فارقت الجنب. يبقى الجنب يدخل المسجد لكن ما يعودش، هي ما تدخلش،
الجنب يدخل وما يقعدش، والحائض والنفساء ما تدخلش إن خافت التلويث على الحرمة، وإن لم تخف التلويث على الكراهة. يبقى المنع للحرمة إن خافت التلويث، والمنع للكراهة إن لم تخف التلويث. واضح؟ ما احنا قلنا إن هتبقى على الكراهة، على الكراهة، إلا إذا كان المسجد مبني على إنه مدرسة. لو كان مبني المسجد على إنه مدرسة يبقى لها أن تدخل فيه، لأنه كأنه مدرسة للدراسة، زي الأزهر الشريف، وزي مثلا المساجد القايتباي اللي كان عاملها قايتباي، كان عاملها مدارس، تلاقي 4 إيوانات، كل إيوان مذهب من المذاهب، فصل من الفصول. إنما لو كان المسجد غير معد للدراسة للتدريس، لكن معد فقط للصلاة وقيام الشعائر، يبقى يحرم أن هي تمكث فيه، ولها أن تدخل لزيارة ضريح ولي على ألا تمكث إن خافت، إن لم تخف التلويث، لأنها لا تقصد المسجد، لا تقصد المسجد، إن لم تخف التلويث. وعبورها في المسجد ده مكروه بس، والأفضل تؤجل الزيارة بتاعت الأولياء إن كانوا ملحقين في مساجد، لأن في بعض الأولياء علشان تخش تزوره لازم تخترق المسجد، في أولياء تانيين تلاقي تقدر الضريح بعيد عن المسجد، ليه دخلة منفصل، فلا أن تدخل بلا حرج وتزور بلا حرج، لأنه ليس له حكم المسجد. أيوة، بيقول تجوز الحائض والنفساء تحضر خطبة العيد، تحضر خطبة العيد إن كانت في المصلى، المصلى اللي هو خارج المسجد، لأنه ليس في الخلاء. يعني المصريين الوقت يقول لك الخلاء، نصلي العيد في الخلاء، يبقى تحضر في الخلاء، لأنه الخلاء ليس له حكم المسجد. لكن لو كانوا هيصلوا العيد في المسجد يبقى ما تحضر، يا إما تقعد على باب الجامع بقى بره تسمع الصوت من الميكروفون عشان تسمع الخطبة أو شيء من، أو التكبيرات والحاجات دي. وبهذا فارقت الجنب حيث لم يحرم في حقه مجرد العبور، وأما المكث فحرام عليهما. يبقى المكث في المسجد حرام على الاثنين، على الحائض والنفساء وعلى الجنب. ومثله التردد، تفضل رايح جاي رايح جاي، تعمل ايه رايح جاي، يبقى الجنب حرام عليه برضه، يتردد رايح جاي، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. الرسول قال كده: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها. ومن المسجد برضو لا يأخذ حكمه سطحه، سطح المسجد لحكم المسجد برضو ما ينفعش. ورحبته يعني الفسح اللي حواليه، أو الفسح اللي هي إيه تدخلك ليه طالما داخل سور المسجد. ورحبته وروشنه زي الصندرة بتاعته أو البلكونة بتاعته، في لغة المصريين البلكونة، واخد بالك، أو الصندرة برضه ما تنفعش. تملي الواحد إيه ما يقعد ينزه نفسه يقعد في البلكونة، عشان كده المصريين يقول لك أنت هتتروشن، يعني هتنزه نفسك يعني، آه، ويقول لك وادروش عشان قاعد في البلكونة، يعني جاي من الروشنة. فهمت إزاي؟ جاية من الأصل دي، أصلها الروشنة، لأن تملي لما اللي قاعد في البلكونة ده معناه يخلص كل اللي وراه بقى وفاضي، وقاعد بيروق دمه ويروق مخه فبيتروشن. فهمت ازاي؟ ادي معنى الروشنة. وروشنه يعني يبقى روشن المسجد، اللي صندرة المسجد اللي كانوا زمان يقول لك ايه في صندرة كده للحريم يعني يقعدوا فيها، او يكون ليها مثلا بلكونة يعني فراندا ملحقة بالمسجد. كل ده ياخد حكم المسجد من حيث حرمة دخوله للحائض والمكث فيه للجنب. وخرج به غيره، خرج من لما بيقول المسجد خرج غير المسجد، كالربط والمدارس والخانقاه. الخانقاه اللي هي زي ايه معابد الصوفية يعني، كان زمان قبل الاسلام كانوا بيعملوا حاجة اسمها صومعة او دير، يقعدوا العباد يتعبدوا فيها وينقطعوا عن الناس في الصومعة او الدير، المسلمين سموها الخانقاه.
واخد بالك، اللي هم الصوفية يعني، اللي هي المكان اللي بينقطع فيه لعبادة الله. يجوز بقى الحائط تعدي فيه ويقول لا، ملهاش حكم المسجد، ملهاش حكم المسجد خلاص. فهمت بقى المسألة؟ ما هو مسجد للصلاة، مصلى. لا، ما هو اللي فوق ده اسمه مصلى، اللي فوق مستثنى لأنه ده مملوك، مملوك. إنما المسجد بيبقى إلى عنان السماء، مفيش الملك فيه لله، يعني هو صار وقفا. إنما اللي تحت العمارات يأخذ حكم المسجد في وجوه، ويأخذ عدم حكم المسجد في وجوه أخرى. فيأخذ حكم المسجد في عدم جواز مكث الحائض فيه ودخولها فيه والجنب، لأنه بتصلى فيه الصلوات ويحرم تنجيسه وتلويثه، كويس. ولا يأخذ حكم المسجد في جواز بيعه وجواز السكن فوقه، واخد بالك، ومكث الحائض فوقه في البيوت الملحقة به. فيأخذ حكم المسجد من جهات، ويأخذ حكم غير المسجد من جهات أخرى. وخرج به غيره كالربط والمدارس والخانقة. مدرسة أزهرية، مدرسة بيدرسوا فيها الدين، ملاش حكم المسجد. فهمت ازاي؟ والخانقة وهي معبد الصوفية، فلا يحرم دخولها إلا إن نجستها بالفعل. يحرم عليها بقى ساعتها الدخول لو كانت نجستها بالفعل، يعني إيه، وقعت منها الدماء بتاعتها والحاجات دي فلوثت المكان، يبقى يحرم، لأنها برضو يحرم عليها أنها تنجس أي مكان. فهمت المسألة؟ وأما ملك الغير فيجوز تنجيسه بما جرت به العادة كتربية دجاج ونحوه، بخلاف تنجيسه بما لم تجري به العادة. يعني ملك الغير ممكن تخلي الفراخ بتاعتك تجري وتلعب في الفسحة اللي بينك وبين جارك، ما يزعلش، جارك في الغالب مش هيتضايق، مع إن الفراخ هتعمل إيه، زرق وحاجات من دي، فممكن برضو توسخ، لكنها دي العادة بيقبلوها الناس. لكن ما ينفعش مثلا تخلي ابنك يتغوط ويبول في الفسحة اللي بينك وبين جارك، لم تجري العادة على هذا، يبقى هنا دي يحرم. فهمت ازاي؟ قوله للحائض، يعني ويحرم دخول المسجد للحائض إلا حاجة، إلا هي لا حاجة طبعا حاطط معنى لا حاجة إليه، يعني كلمة للحائض لا حاجة إليه دي زيادة، لأن الكلام في الحائض أصلا، يعني ده احنا بنتكلم في أحكام الحائض، فليه بيقول للحائض؟ لأن الكلام في الحائض، لكنه صرح به للإيضاح بس، هو قاله هنا للإيضاح، لحسن تكون نسيت إنك أنت بتتكلم على إيه، فحط للحائض للإيضاح. وليشعر بمخالفتها للجنب في مجرد الدخول كما علمت. قوله إن خافت تلويثه بالمثلثة، لا بالنون، مش تلوينه، تلويثه غير تلوينه، بالمثلثة لا بالنون، لأنها متى خافت التلويث حرم عليها الدخول، وإن لم يوجد التلويث لقلة الدم. يعني لو هي خافت التلويث مجرد أنها حاسة أنه ممكن تلوثه يحرم عليها الدخول في الحال، لكن لو آمنة من التلويث المسجد يكره لها الدخول، ولا يحرم، يكره بس. والمراد بالخوف ما يشمل التوهم، التوهم يعني ولو احتمال ضعيف انها تلوثه، ادي معنى خاف تلويثه، مش شرط غلبة الظن، لا، ولو التوهم، ولو احتمال ضعيف يعني، يبقى التوهم والاحتمال الضعيف. فإن لم تخف تلويثه بل أمنته، يعني الوقت الحاجات اللي بيحطوها النساء في الحيض بقى آمنين 100%، ما فيش حاجة ينزل منهم خالص، فخلاص أمنته، يبقى يكره مش يحرم، يكره. فإن لم تخف تلويثه بل أمنته، يعني أمنت التلويث، لم يحرم بل يكره لها حينئذ، يبقى مكروه بس. وبالنسبة للجنب خلاف الأولى، لأن حكمه أخف برضه، لأن خلاف الأولى أخف من المكروه، يعني في درجة بين المكروه والمباح اسمها خلاف الأولى. فهمت ازاي؟ أخف درجة من المكروه شوية، ده عند الفقهاء كلهم. أما يقول لك خلاف الأولى يعني حاجة لم تتحقق فيها الكراهة من كل الوجوه، ولم يتحقق فيه الحل من كل الوجوه.
فهمت ازاي؟ لما يلاقي الحكاية كده مش قادر، يعني فيها من الكراهة يعني احوال وفيها من المباح احوال، واختلطت الامور، يقوم لك يقول لك خلاف الاولى، يعني لو تجنبتها احسن. هو مصطلح عند المتاخرين وحتى المتقدمين، ساعات المتقدمين يقول لك خلاف الاولى يقصد به المكروه الحقيقي، وهو خلاف الاولى للجنب الا لعذر فيهما فتنتفي الكراهه لها، الا لعذر فيهما، يعني بالنسبه للجنب او بالنسبه للحائض والنفساء فتنتفي الكراهه لها. وكونه خلاف الاولى للجنب للعذر ومثلها كل ذي نجاسه، وكل واحد برضو عليه نجاسه ياخد نفس حكم الجنب او الحائض بالنسبه لدخول المسجد والمكث فيه، لان ايه؟ لان تنجيس المسجد حرام. يبقى واحد مثلا بيشتغل في المجاري وبينزل يسلك البلاعات وهدومه كلها نجاسات، ما يجيش بقى يخش المسجد، يقول لك اصل انا مش جنب. ما انت مش جنب صحيح، بس انت المتنجس اهو، هدومك عليها نجاسه. او تقول لك انا مش حائض وهي كانت لسه بتولد واحده، دايه بتولد واحده وهدومها كلها متعاصه من القرن اللي طش في حجرها وهي بتولد الست، تقول لك انا لا حائض ولا نفساء ولا جنب، ده انا كنت بولد بس، ما تخشش برضه لانها متنجسه، تنجس المسجد. خدت بالك؟ يبقى الحكم برضه لاي ايه؟ انسان ينجس المسجد بثيابه او ببدنه. يغسل، يغير هدومه الاول او يغسلها عشان يطهرها. بره المسجد، ما هو هيصلي ازاي بالنجاسه؟ هيغير الهدوم دي او يغسلها ويقعد جنبها لما تتنشر وتنشر، وبعدين يغسل جسمه كله اللي حصلته النجاسه. ما ينفعش، ما ينفعش، اللي بيشتغلوا في البلاعات دول ما ينفعوش. وما تقوليش نجاسه مهنه كمان، دي نجاسه فظيعه، وهو مش قاعد منقوع في النجاسه طول النهار، ده ساعتين في النهار بيعمل الحكايه دي، ما حبكش يصلي في الساعتين دول. يغير هدومه ويغسل مواضع النجاسه من جسده، وبعدين بعد كده يتوضا ويصلي زي ما هو عايز بعد كده. كلهم بيبقى لهم ملابس خاصه، ما فيش داعي يصلي في البلاعه، حتى الجزار وحتى اي بتاع الفراخ يصلي بثياب مهنته في مجزره، في مجزره، لكن ما يجيش المسجد. ليه؟ لانه هيلوث المسجد باثر الدماء. واحنا بنقول ليه في مجزره؟ لان دم ماكول اللحم طاهر عند بعض المذاهب كالمالكيه، دم ماكول اللحم طاهر عند بعض المذاهب كالمالكيه، فله ان يصلي، ولكن المالكيه قالوا طاهر بس يصلي في مجزره في محله، مش يجي يصلي في الجامع وهو هدومه متعصب دماء الفراخ ودماء العجول اللي بيذبحها، لانه كده هيلوث المسجد، مش بالنجاسه، بمستقذر، بمستقذر على مذهب المالكيه وبنجس على مذهب الشافعيه، مش كده برضه؟ فيبقى يصلي في محل مهنته. زي الجراح برضه نفس الحكاية، يصلي الصلاة بتاعته في حجرة العمليات أو الحجرة الملحقة بالعمليات بالثياب بتاعته، ثياب العمليات لو فيها نقطة دم نقطة صديد في فترة عمله، لكن خلص عمله خلاص يغير هدومه بقى، ما ينفعش يصلي بالهدوم دي. وبعدين ما ينفعش يصلي بالمسجد الملحق بالمستشفى بثياب مهنته اللي فيه أثر النجاسة، هتنزل بقى مسجد المستشفى يبقى البس ثياب نظيف عشان ما تلوثش المسجد، عايز تصلي بثيابك دي يبقى صلي في اوضه العمليه او في الحجره الملحقه بها. خدت بالك؟ هي المساله. وكونه خلاف الاولى للجنب للعذر ومثلها كل ذي نجاسه، فان خاف تلويث المسجد حرم، والا لو لم يخف يبقى كره، الا لحاجه، لحاجة يعني محتاج، يعني ابنه جري منه دخل في الجامع والجامع واسع وزحمة والواد هيتوه من أبوه، يخش يجري يجيب الواد ويطلع، حاجة ضروري
ولا هيسيبه بقى؟ او نسي مثلا حذاءه امبارح في الجامع او كتابه وبعدين رايح علشان يجيبه، فيخش يا دوب للحاجه يجيب حاجته تنه طالع طالما لا يخف تلويثه. والسادس ما يحرم على الحائض والنفساء، السادس الطواف، يبقى يحرم على الحائض والنفساء وكذا الجنب طبعا وغير المتوضئ الطواف، لان الطواف كالصلاه، لخبر الطواف بمنزله الصلاه، الا ان الله احل فيه المنطق يعني الكلام، فمن نطق فلا ينطق الا بخير، حديث رواه الحاكم وصححه. يبقى الطواف كالصلاة في حكمه، يعني يجب فيه ستر العورة، يجب من أجل الطواف أن تتوضأ وأن تتطهر من الأحداث وأن تتطهر من الأنجاس في البدن والثوب والمكان، زي الصلاة بالظبط، الطواف في البيت. لكن يختلف عن الصلاة في حاجة، أن يجوز أنك أنت تتكلم فيه، الصلاة لو اتكلمت تبطل، الطواف تتكلم فيه. فإن كان يجوز بقى الكلام فيه فلا تتكلم إلا بخير، فإن تكلم بغير حاجة يبقى يكره ولا يبطل طواف. ساعات إحنا كنا نطوف تلاقي المحمول يرن، يقعد يرد على المحمول وهو بيطوف، ويكلم مراته ويكلم صاحبه ويكلم صديقه في أي موضوع، مكروه، طوافه صحيح بس مكروه، الأولى يطفي المحمول لحد ما يخلص الطواف. لكن يجوز تتكلم في الطواف مع واحد جنبك تقول له احنا في الشوط الكام؟ احنا في الرابع ولا في الخامس؟ عشان تتثبت، لان انت بتطوف سبعه اشواط ساعات تختلط عليك العدد. فممكن تساله او تقول له ايه؟ ادعي واقول وراك. او كلام اهو. او كنت صائم ودن عليك المغرب وانت بتطوف تشرب شويه ميه. لكن لو بتصلي ما ينفعش تشرب شويه ميه وانت جوه الصلاه عشان المغرب يدن. تبطل الصلاة، فهمت ازاي؟ يبقى الطواف يجوز فيه انك انت تاكل او تشرب للصائم مثلا، او حتى يجوز للصائم ولغيره مكروه لكن لا تبطل، والكلام يجوز الكلام فيه، لكن غير ذلك هو كالصلاة، يبقى يحرم على الحائض وعلى النفساء وعلى الجنب وعلى المحدث حدث اصغر من يطوف، فهمت ازاي بقى؟ طبعا كالصلاة عندنا شافعية. لا، هو المفروض ان الازار بيبقى فوق السرة وتحت الركبة، ده الازار المفروض كده. في ناس بقى بكرش كده تلاقي الازار وقع منه مع الحركة تلاقي سرته بانت. طوافه صحيح مع الحرمة عند المالكية وباطل عند الشافعية، لان عورته بانت فلازم ياخد باله، وفي حزام وفي كل حاجة، ممكن يعمل حزام وممكن يعمل حمال، يعني ممكن يتصرف طالما هو عارف ان هو بيقع منه كده ويسقط يتصرف ويحتاط لنفسه. فرضا يعني الطواف فرضا او نفلا. فرضا دخل تحته طواف الركن اللي هو طواف الحج، اسمه طواف الركن، كطواف الافاضه. والواجب كطواف الوداع عندنا واجب، لكنه في وجه عندنا انه سنة، فعلى الوجه انه واجب يبقى برضو يحرم. او نفلا كطواف القدوم والتحية، كل ده يحرم عليه انه يطوفه ايه للحائض والجنب والنفساء والمحدث حدث. وسابع ما يحرم على الحائض والنفساء الوطأ، يعني الجماع، ان يجامعها زوجه، يحرم فترة الحيض والنفاس ان يجامعها زوجه. والسابع الوطأ، ولو في الدبر، ولو في الدبر، هو اصلا الوطأ في الدبر في حال طهرها حرام، يبقى في حال حيضها اشد حرمه زيه برضه. اذا كان في حال طهرها حرام يبقى برضه، لان واحد يقول لك طب ما هو الدبر ما فيهوش حيض، ما ينفعش، ما هو حرام في كل حال، ما هو اصل في عالم مخها مش قلب. ايوه. مستحلا يعني الكلام ده مستحلا. الوهابية ياخدوه على ظاهره لان عايزين يكفروا كل الناس، لكن المسلمين يقولوا ايه اللي فاهمين، يعني المسلمين اللي فاهمين، لان الوهابية مسلمين بس مش فاهمين.
ده عشان يفتكروا ان احنا بنقول على الوهابيه مش مسلمين، لا مسلمين بس مش فاهمين ورويبضات. واخد بالك من علامات الساعه ان يتكلموا في الدين والفقه، ولكن يعني ما يجراش حاجه، ربنا يهديهم ويهدينا. ياخذ الحديث على ظاهره، لكن احنا الفقهاء يعني ربنا يجعلنا منهم، نقول اذا استحل ذلك هو حرام ولا يكفر، ولكن لو قال ده حلال، حلال ان تجامع المرأة في حال حيضها، حلال مش حرام، نقول له كده كفر، لانه خالف ما عرف من دينه بالضرورة. لكن هو فعل ولا يستحل، نقول له كده حرام، كبيرة من الكبائر، تبقى كبيرة من الكبائر وحرام عليك كده وكده، يعني استغفر الله. وفي بعض الاخبار يتصدق كمان، يتصدق بدينار ان كان في وقت حيضها لو دم، ولو فقد السفره يبقى نصف دينار، ولو كان في الاخر ربع دينار، وهكذا على حسب. يبقى والسابع الوطن ولو في الدبر، ولو بعد انقطاع الدم، يعني افرض انقطع دمها ولم تغتسل، انقطع دم حيضتها ولم تغتسل، ما زال يحرم عليه ان يجامعها حتى تغتسل. واضح؟ ولو بعد انقطاع الدم وقبل الغسل. وحكى الغزالي أن الوطأ قبل الغسل يورث الجذام. الإمام الغزالي حكى كده، كلام الأطباء بتوع زمان يعني، لم يثبت ذلك عندنا كأطباء الآن، لكن الإمام الغزالي أن الوطأ بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل يورث الجذام. قيل في الواطئ يعني الفاعل، وقيل في الولد في الذرية يعني. وأما بعد الغسل، بعد الغسل فله أن يتطهر في الحال، مش يتثبت يقول لما استنى شوية لحسن تكون اغتسلت بدري وتطلع ينزل عليه حاجة تاني، لا دي حنشاصة بقى، يعني بمجرد أن انقطع دمها واغتسلت وطهرت له أن يتطهر في الحال، مش يتثبت يقول لما استنى، لا له أنزل من غير كراهة كمان إن لم تخف عوده. لكن لو هي عادتها انها كتير قوي تغتسل وتبص تلاقي الدم وهي عادتها كده وعارف، يبقى يستحب له ان يتاخر، يستحب ولا يجب، برضه يستحب ولا يجب. فهمت بقى المساله؟ ان لم تخف عود والا استحب له التوقف في الوطء احتياطا، استحب ولا يجب، خد بالك كلام الفقهاء محسوب. طيب ووطئها في الفرج حكمه ايه؟ كبيرة، حرام من الكبائر. من العامد العالم بالتحريم المختار، عشان نقول ان كبيرة من الكبائر لازم يكون عالم. لكن افرض واحد كان امبارح مسيحي واسلم وما يعرفش حكم الحكاية دي في الاسلام، وبعدين جامع امراته وهي حائض، ما يعرفش، يبقى لا يحرم لانه ما يعرفش، جاهل. او افرض ما كانش عامد، ده كان يعني خطأ متصور ان هي طاهرة فجامعها وهي كانت نائمة وكانت نومها تقيل، وبعدين اتضحت انها خلاص لا يأس، يمتنع بعد كده خلاص لانه ما كانش عارف. افرض مكره، وده لا يتصور قوي، انت دلوقتي الستات ساعات يضربوا رجالتهم، كاتبين كده مقالة امبارح في الجورنال يقول لك ربع الستات بيضربوا رجالتهم، قريتها دي؟ بيتهيألي مبالغ فيها شوية، مبالغ فيها، ده كاتبينها في مصر في الاهرام، يقول لك عملوا احصائيه لقوا ان ربع الستات بيضربوا رجالته. افرض رزعته علقه علشان ايه؟ يجامعها، اكرهته اكراه ملجئ. طبعا الاكراه الملجئ ده غير متصور في هذه المساله، لكن على اي حال بيقول ووطئها في الفرج كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختار دون الناس. افرض ناس، واحد في ناس بتنسى، بيجي له نوع من الشيخوخة أو الكبر أو حتى في شبابه نساي كده بينسى، وبعدين جامعها وقال ياه ده طلعت حائض، خلاص لا يأس لأنه كان ناس، زي ما يبقى صايم ونسي وكل وشرب، خلاص ما يجراش حاجة. وكذلك الجاهل زي حديث عهد بإسلام أو ما يعرفش الحكم، نفهمه. والمكره ويكفر مستحله، اللي بيستحل يعني بيقول ده حلال جماع المرأة في الحيض، يبقى ده اللي يكفر بس. ولو لم يجامع، شوف ولو لم يتزوج أصلا،
يعني واحد مش متزوج خالص ملوش نساء اصلا، وبيقول ان يجوز ان تجامع المرأة في حيضها، نقول له كده كفر. واحد تاني بيجامع مراته وهي حائض وعارف انه حرام ما كفرش لكن فعل كبير. فهمت بقى المسألة؟ ويكفر مستحله في الزمن المجمع على الحيض فيه، اللي يستحله في الزمن المجمع على الحيض فيه، يعني لو استحل جماع المرأة في 10 أيام الأولى من نزول الدم منها، لأن ده بالإجماع حيض عند جميع الفقهاء، يكفر. لو استحل جماع المرأة بعد 10 أيام من حيضها ولا استمر نزول الدم عليها، لأن الإمام أبو حنيفة عنده أقصى مدة الحيض 10 أيام، وعند الشافعية أقصى مدة الحيض 15 يوم. فلو جالك هو قال لك إن أقصى مدة حيض 10 أيام، بعد 10 أيام دي جامع مراتك ما يهمكش، نقول له ما تكفرش ولا حاجة بقى. فهمت إزاي؟ لأن فيها خلاف هنا، فيها خلاف. ويكفر مستحله في الزمن المجمع على الحيض فيه بخلاف غير المجمع عليه كالزائد على 10، فإن أبا حنيفة يقول أكثر الحيض 10 أيام دون ما زاد فإنه لا يكفر مستحله حينئذ، ومحل ذلك كله إمتى بقى يحرم أن يجامع امرأته وهي حائض ويبقى كبيرة؟ ما لم يخف الوقوع في الزنا، فإن خاف يحل، لأن إيه؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإن خاف الوقوع في الزنا يبقى يجامع بدل ما يقع في الزنا بقى، وده نادر يعني. ومحل ذلك كل ما لم يخف الوقوع في الزنا وإلا جاز له الوطء ولو قبل انقطاع الدم. بيقول هنا في الهامش ويسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار. افرض واحد جامع امرأته في أول إقبال الدم عليها في أول حيضها، يتوب ويستغفر ويندم على ما فعل ويتصدق بدينار، يعني 4.25 جرام ذهب عيار 21، ده الدينار. أذن يلا أذن ونخلص دي بعد الأذان ونقف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ذهب عيار 21. ما هو الأحناف قالوا يطهرن يعني ينقطع دمهن، الأحناف. والشافعية قالوا حتى يطهرن بمعنى ينقطع دمهن ويغتسل. فيها خلاف يعني.
لا في فرق، يطهرنا هنا يطهرنا اي من نزول الدم، او يطهرنا يعني بالغسل، خدت بالك هي المساله. هو الشافعيه بيقول فاذا تطهرنا، ما قالش ايه طهرنا، فاذا تطهرنا اقوى من يطهرنا، يعني حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن، واخد بالك، يعني يطهرن بانقطاع الدم ثم يتطهرن بالغسل فاتوهن، ده كلام الشافعي. علشان اظن كده الاحناف ليهم راي كده على حسب ذاكرتي، لان انا مش ضليع، لست ضليعا في فقه الاحناف، لكن اعتقد ان زمان كنت قريت مثل هذا، ان الاحناف اجازوا مع الكراهه ان يجامع امراته اذا انقطع دمها قبل حيض قبل غسلها، اذا انقطع دمها. الشافعي قالوا لا لازم تغتسل. بيقول بقى بالنسبه للذي جامع امراته في الحيض مخافه ان يقع في الزنا، ما احنا قلنا حرام الا ان يخاف ان يقع في الزنا، له ان يقع. طب افرض جامعها في اقبال الدم، يبقى يتصدق بدينار ب4 وربع جرام ذهب، عيار 21، يعني كام دلوقتي؟ حوالي الجرام بكام؟ طب 70 في 4 ب 280 وربع كمان، يعني قرب 320 جنيه. يدفع 320 جنيه صدقه، وهو لو عرف كده طبعا هيصيبه ال، يعني هيبقى عنده عنين، ده مش حاجه، ده هيجي له العنه. كويس، علشان ايه؟ يعني حرم، ما هو لو اضطر بقى. ويسن لمن وطئ في اقبال الدم التصدق بدينار، ولمن وطئ في ادباره التصدق بنصف دينار، يبقى الثاني 150 وده قول 300 جنيه وتمشي الامور. ايوه خلاص، ما احنا قلنا جاهل جاهل، احنا قلنا علشان ينبني الحكم لازم يكون عالم عامد متذكر غير مكره. فهمت ازاي؟ اه معلش، لا هو عارف ولا هي عارفه، ده ايه يعني طينه؟ ممكن يكونوا حديث احد باسلام، او نشأوا في باديه بعيده عن الاسلام، زي في بعض البلاد في افريقيا، بعض البلاد البعيده ممكن تحصل حاجه زي دي ومش عارفين، ما يعرفوش الحكايه. بيقول في الشرح ويسن، وانما لم يجب، ليه ما قلناش لا يجب علي انه يتصدق بدينار؟ قلنا يسن بس، يعني يستحب، خد بالك مش واجب عليه، ده يسن مش واجب، يعني لو ما تصدقش لا يأس، ده يسن. ليه قلنا يسن ولا يجب؟ لانه وطء محرم للايذاء، لانه هو الوطء ده اصلا محرم من اجل الايذاء، من اجل ان هو هيأذي نفسه بانه يلوث نفسه بدم الحيض ويأذي زوجته، لان بتبقى مناعتها ضعيفه في الفتره دي، ممكن يدخل لها ميكروب ويجي لها مشكله. فهمت المساله؟ هو التحريم هنا اصله فيه ايذاء، فهو اصلا مأذي مأذي، فمأذي مأذي يبقى كمان مأذيهوش ماليا، اذا كان مأذي بدنيا فيكفيه الايذاء البدني، فما يبقاش فيه إيذاء بدني وإيذاء مالي على الوجوب. فهمت إزاي؟ فإحنا قلنا يسن الإيذاء المالي على أساس إن فيه إيذاء بدني متحقق. فهمت المسألة؟ وإنما لم يجب لأنه وطء محرم للإيذاء، فلا يجب به شيء، شيء يعني إيه؟ مالي، يعني غرامة مالية، كاللواط. اللواط برضه أرى أذى، بيأذي الفاعل والمفعول به، وفي نفس الوقت بيتعرض للنجاسة، حاجة فيها إيذاء كده، حاجة مقززة في حد ذاتها، يعني هي في حد ذاتها عقابها جواها. فهمت ازاي؟ فمش محتاج عقاب مالي كمان، بالإضافة لأن هي حرام، بالإضافة لأن ليها كمان حد سنه الشارع اللي هو الرجم، ويقتل يقتل بهدم جدار عليه، واخد بالك؟ أو خلاف في الكيفيات، بعضهم قال يقتل مطلقا بأي طريقة، بعضهم قال يرجم كالزاني، بعضهم قال بهدم الجدار، على خلاف، لكن في الآخر الإعدام، حكمه الإعدام. الإعدام بأي طريقة، أو يقعدوا الفقهاء الوقت يجتهدوا ويختاروا لنا طريق، ما يجراش حاجة بين أفعال أقوال الفقهاء المختلفين.
فلا يجب به شيء كاللواط، يعني شيء يعني غرامة مالية، يعني غرامة مالية، لأنه هو كفاية في أنه فيه يعني إيذاء بدني، فالإيذاء البدني يكفي. قوله لمن وطئ دون الموطوءه، يبقى الموطوءه يعني المرأة لا يسن لها إذا وطئت في حال حيضها أنها كمان تتصدق، ده الواطئ بس الفاعل مش الموطوءه، كما صرح به ابن حجر في شرح العباد، وذلك لخبر إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان الدم أحمر فليتصدق بدينار، وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار، ومثل الحائض النفساء في الحكم برضه. وغير الزوج مقيس عليه، وغير الزوج مقيس عليه كالسيد، ما انت عارف ان السيد له ان يفعل ذلك مع امته اللي هي ملك اليمين اللي هي غير موجوده الوقت، يقاس عليه. ويستثنى من ذلك المتحيره، احنا قلنا المتحيره في الحيض يعني ايه، التي فقدت ليست لها عاده وفقدت التمييز، يعني الدم بتاعها بينزل على صوره واحده طول الشهر دون انقطاع وليست لها عادة سابقة، يبقى يسموها متحيرة. فلا يتصدق من وطئها بدينار أو نصفه وإن حرم وطئها، حرم ولكن لا يتصدق. قال في المجموع ويسن لكل من فعل معصية التصدق بدينار أو نصفه أو ما يساوي ذلك، يسن عموما إن كل ما تفعل معصية تتصدق، وكان مشايخنا يقول لنا كده زمان، كان يقولوا ان لما تيجي تعمل اي حاجه فيها تقصير اتصدق، اتصدق باي مبلغ، 100 جنيه، 10 جنيه، 50 جنيه، 60 جنيه، جنيه واحد، اي حاجه، المهم تطلع حاجه لله. تقوم انت لما تلاقي نفسك هتغرم كل ما تعصى هتبطل المعاصي بقى، ما انت اصلك انت بتميت على الدنيا بتحب الفلوس، فطالما انت ميت على الدنيا وبتحب الفلوس وهتعرف ان المعصيه هتبقى غرامه، فهمت ازاي؟ تبطل بقى تعصى. وعشان كده يسن ان الواحد يتصدق كل ما يعصي. والثامن من المحرمات على الحائض والنفساء بعد الوطئ والجماع يعني الاستمتاع بما بين السره والركبه. قوله في اقبال الدم أي تزايده، وقول التصدق بدينار أي ولو على فقير واحد، والمراد بالدينار المثقال الإسلامي وهو 72 حبة، يسموها حبة خردل، 72 حبة كده يطلع، هم حبوا يوزنوهم أظن هنا دي حبة شعير، وزنوهم في الآخر الدينار الإسلامي طلع حوالي 4 جرام وربع، كويس 4 جرام وربع على طول. ولمن وطئ أي دون الموطوء كما علمت، وقوله في إدباره أي تناقصه، ومثله ما بعد انقطاعه إلى الطهر، وقوله التصدق بنصف دينار أي ولو على واحد كما مر. وثامن ما يحرم على الحائض والنفساء الاستمتاع بما بين السرة والركبة. كان الأولى أن يقول مباشرة مش الاستمتاع، كان الأولى يبقى يحرم المباشرة يعني البشرة على البشرة بما بين السرة والركبة، يبقى الأولى كان يقول بدل الاستمتاع المباشرة، كويس؟ كان الأولى المباشرة لأن الاستمتاع يشمل النظر بشهوة مع أنه لا يحرم، إذ ليس هو بأعظم من تقبيلها في فمها بشهوة، والمباشرة لا تشمله، ويحرم على المرأة وهي حائض أن تباشر الرجل بما بين سرتها وركبتها بنفسها، يعني لا هو يباشرها ولا هي تباشر، أي في أي جزء من بدني ولو غير ما بين سرته وركبته، يعني ولا تباشره بما بين سرته وركبته بأي جزء في بدن الرجل في المساحة دي. قوله بما بين السرة والركبة أي بوطئ أو غيره، لأن الغير ولو غير وطئ ولو بلا شهوة ربما يدعو إلى الجماع، فحرم لخبر من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فلا يحرم تفريع على مفهوم قوله بما بين السرة والركبة، يعني يحرم مباشرة ما بين السرة والركبة بالنسبة للحائض والنفساء، تفهم من كده أن سوى ذلك لا يحرم،
بالمفهوم. هو مفيش مفهومية ولا ايه؟ مش المصريين يقول لك كده مفيش مفهومية؟ المفهوم ده اللي هو ايه؟ ما ليس في محل النطق. زي ما اقول لك مثلا المسطرة دي ب10 جنيه، يعني معناها مش ب9، يعني معناها مش ب11، مع ان انا قلت لا 9 ولا 11، بس بالمفهوم كده. يبقى ما اقول يحرم المباشرة بما بين السرة والركبة، يبقى معناه ان السرة والركبة وما فوقهما يجوز بالمفهوم. فهمت ادي معنى المفهوم؟ فلا يحرم تفريع على مفهوم قوله بما بين السرة والركبة بهما، والسرة والركبة نفسهم داخلين في ايه؟ في الجواز، مش داخلين يعني خارجين عن حكم الحرمة، يعني هما حد بس، لكن هما يجوز وما سواهما حرام. وقوله ولا بما فوقهما، أي ولا بما حاذاهما ولا ما تحتهما، وذلك يعني ما تحت الركبة وما فوق السرة، كل ده يجوز. وذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأتي وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، والإزار بيستر بين السرة للركبة. وخص بمفهومه عموم خبر مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يبقى مفهوم الخبر ده خص خبر صحيح مسلم، افعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. يبقى إلا الجماع معناه إيه؟ معناه ما عدا ما بين السرة والركبة. يبقى الحديث ده خص هذا الحديث. قوله على المختار في شرح المهذب وهو المعتمد، لأن في وجه عند الشافعية يجوز الاستمتاع حتى بما بين السرة والركبة ما لم يجامع. مع الكراهة يجوز، مع الكراهة وليس ما وليس حرام، ده الوجه المقابل يجوز مع الكراهة طالما لا يجامع ويملك إرب. والوجه المعتمد أنه حرام، واضح؟ ثم استطرد والاستدراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة بينهما، كما أشار إليه الشارح، وتلك المناسبة أن كلا حرم بالحدث. فتأمل هو بيقول ايه؟ ثم استطرد المصنف لذكر ما حقه ان يذكر فيما سبق في فصل موجب الغسل، وهيتكلم على ما يحرم على الجنب. بعد ما تكلم على ما يحرم على الحائض والنفساء، هيتكلم على ما يحرم على الجنب، هتجد ان هو اقل شويه، اقل شويه مما يحرم على الحائض والنفساء. وعشان كده عندنا باعتبار الحدث باعتبار ما منع ينقسم الى 3 اقسام: حدث اكبر لانه يمنع من اشياء كثيره، وحدث أوسط لأنه يمنع من أشياء أقل، وحدث أصغر لأنه يمنع من أشياء أقل من الحدثين السابقين. ونكمل هذا إن شاء الله يوم السبت القادم، والله أعلم. اللهم يسر أمورنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين رضاك والجنة، ونسألك يا أرحم الراحمين التوفيق والسداد. أقمنا فيما أردتنا فيه يا رب العالمين، وقنعنا بما أقمتنا فيه، وبارك لنا فيما أقمتنا فيه، وردنا بما أقمتنا فيه يا رب العالمين، حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم